يرفع راسك ويسلك. اكبر رجال بالحكومه العراقيه ما يدق لي. لا بس على موضوع الشهر الشهري. مبلغ شهري للدعاء والله يعني قدر يعترف هو الشخص اللي حد قدر المستطاع لا انا بروح على الشيخ ان شاء الله قدر المستطاع انا احاول بعون الله قدر المستطاع اللي اقدر ارتفع ادسك يا ولد إذا سيد مقتدى الصدر طاردني بكتاب رسمي من جناب الكريم أنا يعني من الآن أعلن انسحابي.